القصة إنك تشوف وتصدق وتآمن بس مش كفاية، لكن إنك بعد ما تآمن تطبق التجربة وتجني خيرها، يبقى هو ده اللي يجيبني أصور علشان أقدمه كنموذج لعموم الفلاحين في مصر. المزارعين الأخوين اللي أنا بقابلهم النهاردة اللي أنا قاعد في أرضهم دول، صدقوا ابن بلدهم وابن جيرتهم أحمد جابر لما أخذ الجائزة العالمية في تجربة التحول للري من الغمر إلى التنقيط. المزارع أحمد عبد الله وشقيقه المزارع رجب عبد الله وشقيقهم الثالث محمد عبد الله نجحوا في ترجمة هذه الجهود اللي بتأمها وزارة الري والزراعة مع بعض للتحول إلى الري بالتنقيط في عموم مصر. أهلا بكم يا حضرات. أهلا جفنت. أنت زرعت قلت لي الفراولة قبل كده في مركز بردر في الجبل، وبقيت تتغرب عن ولادك وعيلتك وتقعد في الجبل عشان تزرع الفراولة. نعم. ايه اللي خلاك تؤمن بانك تزرعها بقى جنب بيتك في الارض السودة دي؟ والله احنا بقالنا كذا سنة نزرعه في التحرير، فحسنا ان المصاريف بقت اعلى عن الاول كتير، ففكرنا ان احنا نزرعه في الارض السمراء. فلما زرعنا في الارض السمراء من البداية خلاص أنا فعلا كنت خايف من الأرض السمراء، مش هقول لك كنت قلبي جامد وقول لك كنت خايف مني، لكن الحمد لله ربنا كرمنا والزراعة بسم الله ما شاء الله حلوة وبتوفر ياما على الأرض الجبل. يعني أنت ما كنتش متخيل أنك تطلع الإنتاجية اللي في إيدي دي؟ لا ما كنتش متخيل كده، ما كنتش متخيل كده خالص. يا عبد الله أنت يا باشا، أنت قلت لي أنا كنت هسجل مع أحمد بس، لكن أنت قلت لي ده أنا لازم أتكلم لأن أنا السبب في النهضة والتطور ده. أيوه. طب قول لي تجربتك مع الفراولة ايه بالظبط؟ انت بتزرع فراولة بقالك كام سنة؟ احنا مش من كتير، بقالنا 6 سنين. 6 سنين ما هماش كتير؟ اه. انت كنت تاخد فيهم بكالوريوس وماجستير كمان. في ناس اقدم مننا ياما في موضوع الفراولة دي. لكن عاد عندك خبرة يعني. اه. طيب لما جيت خدت الارض، انت مأجر الارض دي ولا ملكك؟ لا مأجرين. فالدم بكام؟ احنا واخدينها بشبكتها وكله ب 23. بالشبكة؟ بالشبكة. يعني الفلاح صاحبها هو اللي عمل الشبكة وانت جيت أجرت الفدان ب 23. موسم فراولة كم شهر؟ من بيبدأ بتبدأ من الزراعة من 9، لو تنت الزراعة صحيحة معاك بتخلص في 6. يعني كده حوالي 9 شهور تقصد يعني؟ اه بتبدأ من 9 زراعة بتخلص بتنتهي في 6. وانت مأجرها فراولة بس ب 23 ولا سنة كاملة؟ بتأجر سنة كاملة. طب الثلاث شهور اللي بعد الفراوله هتعمل فيهم ايه؟ لا بنيجي في شهر 4 ونزرع الارض ذره على نفس الشغل دي. بتزرع ذره تحميل مكان المكان بيبقى التوم. ايوه بيبقى حضرتك غرز ذره هنا وغرز ذره على الخرطوم، على كل خرطوم غارز. اه. تخلص الفراوله في شهر 6 ونوال الذره بقى لحد ما نقطعه، بيخلص في شهر 8 ونبدا للسن موسم جديد لشهر 9 بنضبه من اخر 8 كده وطال من 20/8. فراولتين؟ اه. طب فراولة ورا فراولة ما بتضطروش تعقموا الأرض ودي تكلفة إضافية ولا الأرض السوداء بقى؟ لا الأرض السمراء تزرع فيها بدل السنة 5 سنين. ما يعني هنا بنوفر في الأرض السوداء تكلفة تعقيم الفدان اللي بتوصل لواحدة لأكثر من 30,000 جنيه. أيوه مش كده؟ ما نعقموش إحنا خالص. اه. بالتالي بنزرعه بدل السنة مرة واثنين وثلاثة وأربعة لحد 5 سنين شغال. 5 سنين. لحد الأرض ما تبدأ تبين وياك عيوب بتبطل زرعتها الفراولة. دور على اي زرعه جديده. طب انت لو بتنصح ناس عندهم ارض سودة في الدلتا في يعني في اراضينا السودة ان هم يزرعوا فراوله، بتخدمها بايه؟ بتحط سباخ بلدي كويس ولا بتعمل والله ايه؟ سباخ بلدي يا رسمال، ما نحط معاه رسمال برضو اللي هو السبله بتاع الكتكوت. اه السبله الكتكوت. آه ايوه. آه هو ده اللي ماشي في الارض السمراء مع السوبر وكبريت زراعي. اه كده بيدي انتاجيه عاليه على اساس تخدم الارض كويس. اه لان بس بننصح ان الخدمه ما تبقاش عاليه قوي، لان الارض السمراء لو خدمت خدمة عالية بتجيب عرش والفراولة تفوت منك ما تطرحش. اه تدي لك اخضر على حساب الزهرة والسمرة. تمام يعني. لان الارض السمرة عفية وبتجيب ابنها بدري. آه. فاحنا بالتالي بنخلي الزراعة ماشية براحتها عشان خطر الطرح بتاعها، عشان ما تجيبش عرش، لو جابت عرش تمنع الطرح. طيب انت بتصدر يا حاج احمد ولا بتنزل للسوق المحلي؟ انا بنودي فلات عربي، لان ما عندناش هنا في المنوفية تصدير خالص. طب صحيح ايه طلباتكم بقى؟ انتوا زرعتوا الفراوله؟ احنا طلباتنا احنا هنا السنه دي عندنا في المنوفيه حوالي 30 فدان فراوله، والسنه الجايه باذن الله 30 دول هيبقوا هيخشوا في بتاع 80 ولا 90 فدان.
لان ناس كتير مكلمين على ارض برضه للسنه الجاي، لما جم هنا وشافوا الزراعه انبسطوا جدا، وكل ما واحد يجي يقول لي احجز لي ايه، احجز لي ارض معاك للسنه الجاي. فيعني لحد دلوقتي يعني في ناس مكلميني على حوالي 30 فدان، لان احجز لهم 30 فدان. يعني انت بتتوقع ارتفاع زراعات الفراوله في مركز الشهداء السنه الجايه ولا في المنوفيه كلها؟ لا، في مركز الشهداء في منطقتنا هنا لحوالي 100 فدان. هتخش في حوالي 100 فدان. فاحنا بنطالبه يا ريت ينعمل لنا محطه تصدير هنا، لان هنا ما فيش محطه تصدير خالص. احنا من نقل الزراعه نجمع الزراعه من هنا ونوديها التحرير عشان تصدر من هنا. يعني انت تقصد محطه تجميع وتغليف وتعبئه ولا محطه تصدير على طول؟ لا، يعني تصدير على طول. تصدير على طول. والله دي فرص استثمارية لبعض المستثمرين اللي بيبحثوا. قلناها في الحلقة اللي فات في الاستديو، حلقة الفراولة أو حلول مشاكل الفراولة في مصر، إن بالفعل محطات التصدير الخاصة بها، المحطات الكاملة اللي بتشتغل في هذا المجال قليلة على مستوى الجمهورية، فمطلوب. ما فيش حضرتك أستاذ محمود هنا تصدير خالص، لأن هي عامة هي زرعة لسه جديدة في الأرض السمراء. فإحنا بنقول لأن الموسم الجاي هيبقى المساحة كتيرة معانا، فمحطة التصدير هيبقى لها شغل معانا، شغل حلو يعني. مش اعتقد ان الدولة لما تتابع وتشوف سنة واثنين وثلاثة تكون التجربة استقرت، لان الدولة مش هتجري ورا المواطن هو مزاجه. أيوة. يجرب فراولة تمام. بعد كده قال لك لا ده فشلت، اقوم اعمل محطات او افتح اراضي زراعية واطلع قانون واعمل قرار وزاري ان انا اعمل مناطق مثلا تجميع او محطات تصدير على ارض زراعية، وبعدين بعد كده فشلت فتتحول لمباني. اعتقد ان الدوله لازم بتكون حكيمه جدا في دراستها. يعني تمام. طيب عندكم مشاكل تانية ايه مع الفراوله تحديدا؟ يعني اللي انا شايفه اللي يعني ما فيش هنا من نمط المبيدات. احنا انتم مسجلينها كمحصول خضار في الجمعيه، بتاخدوا الكيماوي بتاعها؟ يعني انا والله الكيماوي بتاعها تبع الحيازه بتاعت صاحبات الارض، و والناس يعني ما بيحشوش عني حاجه. يعني بتاخد الكيماوي بتاعك؟ اليوريا يعني والنترات؟ منين منعوز وناخده بناخده. يعني كلمت حاج احمد جابر قبل كده، قال لي يا عم منين ما تيجي تصرفه، عايز تصرفه تصرفه في اي وقت. يعني انت مقدر من احمد جابر يعني؟ ما الحاج احمد تبع الارض دي. قول لي بقى يا سيدي انت تجربتك، بتقول انا اللي لازم اتكلم لان انا بتاع التصدير. يعني ايه بتاع التصدير؟ انت بتساعد احمد في ايه؟ مهمتك ايه في الزراعه؟ احنا مع بعض هنا بنكملوا بعض في الارض، يعني اي حاجه في الارض بنعملها مع بعض، رش مع بعض، شغلنا كله مع بعضه. الزراعه فيها ملحوظه مثلا هو مش واخد باله منها، انا نقول له عليها هو يقول لي عليها، يعني مع بعض كده في الارض. طب انا قبل ما نسجل بقول لك مين المهندس بتاعك اللي بيحط لك برامج التسميد والمكافحه؟ قلت له هو احنا قليلين ليه؟ انت بتستكبر ان يكون عندك مهندس مشرف؟ ما عنديش، ومش عيب لما يجي لي مهندس، لو عد عليه مهندس ونزل الارض مش عيب. لانه مهما كان هو بيفهم برضه، راجل متعلم وبيفهم. هو المهندس ده هو دكتور الزراعه، انت اللي المفروض تطلبه تقول له تعالى شوفني انا ناقصني حاجه. ما انا خلاص، ما انت خدت الخبره. عرفت العفن اللي بيجي لها، عفن الجدور مثلا لما بيجي لها بتعرفه، اي حاجه فيها بتعرفه، عاوزه تترش كذا، عاوزه تترش مغذيات، عاوزه تترش حشري. يعني معلش، مع احترامي يا رضا، يعني الام اللي خلفت ولد واثنين وثلاثة، ما دام اتخدت خبره في الولد الاولاني انه لو سخن تديله ايه ولو ما عرفش ايه تديله ايه، يبقى ما عادتش تستدعي الطبيب للاطفال يعني؟ لا يا استاذ محمود، احنا ما نكرنوش بقى الزرع بالطفل. هو عامه الزرع قدام من حضرتك بتشوفه يوميا على الله، ان بان فيه جديد بتعرفه. يعني لما الام بتشوف طفلها يوميا ماشي، ما الطفل معروف اللي هو بيروح للطبيب. طب ده له طبيب. ماشي، معنا الطبيب خدناه سنه واثنين في دكتور الاول، دكتور بلان ده اللي هو المهندس الزراعي. طب دو الجمعيه ما بتروحوش لجمعيه زراعه لا لا لا. مشرف الخضر او البساتين او لا؟ اصل الزرعه دي تختلف عن اي زرعه استاذ محمود. الزرعه دي بالنسبه للتصدير. انتوا ليه بتتوقعوا ان الاداره الزراعيه او الجمعيه الزراعيه ما فيهاش مهندس يفهم في الفراول؟ مش القصه استاذ محمود، اللي في الزراعه مش هلاقي المبيدات اللي انا شغال بها في الفراوله، مش هلاقيها في الزراعه. يعني هو هيقول لك، هو المهندس الزراعي هيجي يكشف ويحلل ويعين ويقول لك انت محتاج عنصر كذا تجيبه من كذا، انت حر تجيبه من اي حته. ماشي تمام، دي انا مع حضرتك فيها ديت. هو الباشمهندس مثلا جه هنا واحنا قلنا له ما تجيش؟ ما هو انا لازم استدعيه. انت هو الدكتور بيجي لك يخبط على بابك، سلام عليكم عندكم مرضى ولا لا؟ ماشي، ما احنا مش محتاجينه. انت ما انتش محتاجه. لو محتاجه عنديه.
طيب انا بدوري بقول لك صدقني، انت شايف انك ما انتش محتاجه، لكن انت محتاجه ضروري. انت محتاجه على صعيد الحبايه دي، ممكن يقول لك فيها حاجه لجودتها النبات ده، ممكن يشوف لك حاجه لزياده التزهير والعقد بتاعه. يعني يسمحوا لي المشتل بيبقى فيها ضربات، من جيبوه في معانا من جيبوه في المشتل. في المشتل، في المشتل على اساس تربيه الشتله يعني، لان تربيه الشتله برضه في المشتل بتغلب شوي، من جيبوه معانا في المشتل. اما في الزراعه قدامك برضه بتمشي براحتها، ولها ما عاد بتطرح فيه خلاص. انا شايف انكم زارعين توم على الفراوله، ودايما بشوف مزارعي التوم، مزارعي الفراوله بيزرعوا توم، ودي زراعة تحميلية. أصل بالتوم إيه هنا؟ أصل هو بطهر التربة الأرض. يعني إيه بطهر برضه؟ يعني لو فيها أمراض زي نماتودي بيعدمها، بطهر تربة الأرض تحت الجدر. هو عموما ما بيعدمهاش، هو بيطرد أو بي يعني أيوة هو بطهر مقاوم حيوي أيوة للفطريات، وخاصة كمان مش النماتودة، مش فطر النماتودة، حيوان شرس والعدو اللدود بتاعه. ومن اليوم الثانية زرعة محصول، زرعة تعتبر ببلاش في قلب الفراولة يعني. أيوة زرعة زيادة في قلب الفراولة برضه. طيب لو أنا قلت لك أنت زرعت فراولة وأخذت المبادرة والأول مرة تزرع فراولة في الأرض السوداء، تمام، يا ترى هتكرر التجربة ولا لسه تقيمها بعدين في نهاية الموسم؟ ده بعد إذن حضرتك ده هنكرر وهنزود المساحة السنة الجاية. بتصرف كام الفدان في الأرض السوداء؟ لا بإيجاره بقى ولا غير بإيجاره؟ بكله يعني اخش في 80,000. تمام. في الجبل بصرف كام؟ انا سمعت ان السنه دي وصل 150,000. لا 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 لا، يعني من اللي هو اخش في 100 110 في الجبل. يعني بيوفر. طب الانتاجيه بقى، الفرق بين انتاجيه هنا والجبل، هيجيب نفس الانتاجيه؟ يعني ما رحتش الجبل، بس كل اللي يجي لي هنا يقول لي انت عندك المحصول هنا احسن من الجبل يامي. يعني المحصول هنا ده ولما شافوا الوضع هنا طلبوا مني ان احجز لهم ارض للسنه الجايه هنا في الارض السمر. فده السبب اللي بنقول لحضرتك للسنه الجايه هيبقى عندنا بتاع مساحه 100 فدان فراوله للسنه الجايه. حضرات الساده المشاهدين، زي ما انتم شايفين احيانا يقول لك يا ترى الدوله لما بتخطط او بتقرر انها تحول من شيء لشيء ده فائدته ايه؟ هو يا ترى مجرد قرارات على ترابيزات في غرف مكيفه ولا لا؟ ترجمتها على أرض الواقع إيه؟ أنا لو شايف أن التحول إلى تطوير الري الحقل بشكل عام، والتحول من سياسة الري بالغمر إلى الري بالتنقيط، فقط أن أنا أطلع الفراولة من مزارع أو من فلاح بسيط في قرى الدلتا، فدي نتيجة مهمة جدا، وأنا بعتبرها مسك الختام في قائمة النتائج. من ضمن النتائج طبعا أن أنا زي ما قلت أهداف استراتيجية عليا، توفير المية، توفير الأسمدة المهدرة بكميات مهولة جدا في الأرض نتيجة الري بالغمر، تقليل نسبة تسرب الكيماويات إلى المصارف وهي موارد مائية أخرى يعاد استخدامها من زيادة استخدام الكيماويات، تقليل الكيماويات التي تتسرب في التربة مع مياه الري فتسبب زيادة في تركيز الكيماويات غير المرغوبة في المياه الجوفية، وبالتالي ده بيظهر في تحليل الثمرة أثناء أكلها أو تصدرها. على المستوى المحلي تقليل فاتورة الإصحاح البيئي وفاتورة العلاج من الأمراض التي استوطنت في أجساد كثير من المصريين بسبب الثقافات الزراعية الخاطئة، إنها تجربة تستحق الإشادة وتستحق التوثيق مني أنا شخصيا محمود البرغوثي ومن برنامجي الأرض على قناة مصر الزراعية. في نهاية هذه الحلقة أؤكد الشكر على معالي وزيري الزراعة والري السيد القصير والدكتور محمد عبد العاطي على تبني هذه المشروعات ترجمة لتعليمات وتوجيهات الخطة القومية العليا من السيد رئيس الجمهورية. بشكر ضيوفي الأعزاء أحمد عبد الله ورجب عبد الله والحاج أحمد جابر اللي أنا قابلته في الفقرة الأولى. بشكر زملائي خلف الكاميرات، أولهم مدير تحرير هذا البرنامج زميلة الأستاذ محمد أبو عمرة، مدير التصوير الأستاذ سليمان محمد، زميله في التصوير الأستاذ محمد عساكر، وفني الكاميرات زميلي العزيز أحمد حسنين. حضرات السادة المشاهدين، حلقتنا الجميلة دي بالفراولة انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في حلقات إيجابية. خليكم معانا في الأسبوع المقبل وتصبحون على ألف خير.